السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نبلش بقاعدة جديدة بيونت 6 grade 10 passive voice. passive voice اللي هو المبني للمجهول. رح نبدأ بالأول نحكي شو الفرق بين الباسيف voice والactive voice. الباسيف حكينا مبني للمجهول، والactive اللي هو مبني للمعلوم. we use the active voice to say what the actor or subject does. من نستخدم عشان نحكي شو الفعل اللي قام فيه الفاعل او السبجكت في الجملة. مثل ما احكي نظف احمد الشباك او كسر احمد الشباك. هلا الباسيف فويس is used to say what happens to the object. هون بدي اركز على المفعول به بالجملة شو حدث له. لما بدي احكي نظف احمد الشباك بدها تصير نظف الشباك، هون ركزت على الشيء اللي صار للشباك وليس على الفاعل في الجملة. إذا الفاعل هون في جملة الباسيف فويس غير معلوم بالنسبة لإلي. رح نبدأ هلا نحكي شو هو الباسيف فويس، شو هو المبني للمجهول. الباسيف فويس is used when the focus is on the action، يعني بيكون التركيز عندي على الفعل نفسه، not on the actor، مش على الشخص اللي قام بالفعل. ناخذ مثال. My grandfather built a house. My grandfather اللي هو جدي built بنى a house. هاي جملة active voice هي جملة مبني للمعلوم، فيها فاعل my grandfather built بنى اللي هو الفعل، و house هو المفعول به. أي ركن من هاي الجملة أنا بدي أشيله رح تصير جملتي غير مكتملة المعنى. مثلا لو حكيت my grandfather built، هلا هون أنا بحاجة لمفعول به علشان أكمل معنى جملتي. بينما لو بدي أحول هاي الجملة لا مبني للمجهول شو رح تصير؟ رح أبدأ بالأوبجكت اللي هو a house. was built رح تصير معنى جملتي بني البيت. هلا هون جملتي كاملة. by my grandfather هي عبارة عن تكملة للجملة، يعني لو ما استخدمت my grandfather معنى جملتي a house was built هو معنى مكتمل، مش زي لما احكي my grandfather built. في جملة الـ active voice أنا بحاجة لمفعول به أو بحاجة لـ complement of the sentence، بينما في الـ passive voice أنا ما بهمني الشخص اللي قام بالفعل وإنما بهمني الفعل نفسه، بركز فيه على المفعول به والفعل نفسه باستخدام عندما لما بستخدم الـ passive voice. رح نحكي هلا في general structure اللي هي القاعدة العامة للباسيف فويس للمبني للمجهول. كيف بدي احول جملتي من مبني للمعلوم لمبني للمجهول؟ هلا حكينا انه الجملة في الاكتيف فويس بتتكون من سبجكت فيرب اوبجكت. لما بدي احول جملتي من مبني للمعلوم لمبني للمجهول رح ابدا بالاوبجكت ورح يكون كابيتال لتر، رح يكون حرف كبير. بعد هيك رح استخدم البي، مجموعة البي، اما ام is are was where be أو been. وبعد هيك رح يجي عندي past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. نرجع ببلش بالمفعول به اللي هو الأوبجكت وبيكون capital letter. رح استخدم be اللي هو الهيلبينج فيرب بمجموعته اللي هم is am are was where و be و been. رح نحكي هلأ في كل زمن كيف رح نستخدمهم أو شو رح نستخدم مع كل زمن. وبعد هيك رح يكون في عندي الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. طبعا لازم تعرف انه التصريف الثالث للفعل بنقسم عندي لقسمين، اما ريجولار فيرب اللي هو بنتهي بايدي، او الريجولار فيرب اللي هو تصريف الفعل بيختلف، مثل احكي go went gone break broke broken، او احكي write wrote written. خلينا ناخذ هلا بعض الامثله. Ali broke my cup. ألي فاعل subject، broke اللي هي الفعل، my cup اللي هي المفعول به. هلا حكينا بدنا نحول من مبني للمعلوم لمبني للمجهول، معناته رح أبلش بالأوبجكت. شو حكينا الأوبجكت في جملتي؟ اللي هي my cup. my cup was broken by علي. ليه هون أنا استخدمت was؟ لأنه الفعل broke فعل ماضي، فرح استخدم واحد من الverb to be اللي هي بتلائم الفعل الماضي وهي was. وليش استخدمت was مش where؟
لانه my cup هو مفعول به مفرد، فرح استخدم was مع الاسماء المفردة. بعد هيك رح استحكي was broken. هلا broken هي تصريف الثالث من الفعل break. باي علي، هون انا ما ركزت مين الشخص اللي قام، ما بهمني مين الشخص اللي قام بالفعل، فلو حطيت باي علي جملتي صحيحة، ولو استثنيت الكلمة باي علي برضو جملتك رح تكون صحيحة. ناخذ مثال ثاني، we made a mistake، احنا عملنا خطأ. هلا we فاعل الجملة، made هي الفعل، و a mistake المفعول به. رح أبدأ لما بدي أحول نرجع لقاعدتنا، رح أبلش بالمفعول به، بعدين بدي verb to be والتصريف الثالث للفعل. شو قصدي بالفعل هون؟ قصدي الفعل الرئيسي اللي موجود في الجملة، ورح أكملكم لمنت of the sentence. يا إما بستخدم by والفاعل أو ممكن ما تستخدمها. هلا رح نبلش. a mistake was made، نفس الفكرة، الفعل made هو تصريف ثاني فعل ماضي، فرح استخدم was أو where. بما انه a mistake مفرد معناته استخدمنا الwas. فشو صارت جملتي؟ a mistake was made by us. هدى wrote a letter. هدى subject، wrote فعل، و letter اللي هي رسالة. a letter was written، نفس الفكرة، رح أبلش به الأوبجكت اللي هو letter. was written رح أخذ الverb to be والpast participle التصريف الثالث للفعل، فرح تصير جملتي a letter was written. رح نبدأ هلأ بالtenses اللي هي الأزمنة، ورح تكون بدايتنا مع simple present اللي هو المضارع البسيط. طبعا بالمضارع البسيط انت بتعرف انه رح تكون عندي من فعل وفاعل ومفعول به، subject verb object. verb هون رح يكون مع إضافة s و es إذا كان فاعلي مفرد، ورح نضيف s إذا كان الفاعل جمع. لما بدي أحول جملتي ل passive voice رح نرجع نذكر، ببلش بالobject بدي الverb to be. طب الverb to be بالsimple present إيش رح يكون؟ هو is و am و are plus the past participle للفعل المين verb اللي بيكون موجود في الجملة. نأخذ مثال، نادية cleans this room every day. This room is cleaned every day. نادية subject cleans الفعل، و this room اللي هي مفعول به في الجملة. رح أبلش بال this room، بعدين بدي أختار الverb to be المناسب لكلمة this room. This room هون مفرد، رح أستخدم is، و clean بدي أخذ التصريف الثالث إلها اللي هو cleaned، فرح أصير this room is cleaned every day. نيجي هلا للسيمبل باست اللي هو الماضي البسيط. الماضي البسيط بتكون عندك من في المبني للمعلوم من subject verb to و object. لما بدي احول جملتي للمبني للمجهول بدي استخدم الobject at the beginning of the sentence، بعدين رح استخدم الverb to be اللي هو was و where. was رح استخدمها مع الاسماء المفردة يعني المفعول به المفرد، where مع المفعول به اللي هو الجمع. بعدين رح يكون في عندي الverb تصريف ثالث، نفس المثال اللي أخذناه بالsimple present. نادية cleaned this room yesterday، نظفت نادية الغرفة امبارح. هلأ نادية اللي هي subject، cleaned الverb to، وعندنا this room اللي هي object. لما نحول نستذكر القاعدة العامة، نحن نبلش بالobject اللي هو this room، بعدين بيجي الverb to be حكينا بالsimple past. بما انه عندك اي دي معناته خلاص مبين انها سمبل باس، راح نستخدم واز او وير. كونها this room مفرد معناته راح استخدم واز، والتصريف الثالث للفعل cleaned هو cleaned. yesterday complement of the sentence ممكن تحكي باي نادية، ممكن ما تركز على نادية لانه انا هون بهمني الفعل فقط. السمبل فيوتشر اللي هو المستقبل البسيط، طبعا بتكون عندك بالمبني للمعلوم من subject زائد will زائد الverb one. لما بدي احولها لمبني للمجهول رح يصير عندي الobject في بداية الجملة، بعدين رح انزل الwill مثل ما هي. بدي هلا فعل يناسب الwill من الverb to be اللي هو رح يكون be نفسها البيس فورم اوف be، بعدين رح يكون في الفعل past participle للمين verb الموجود عندي. لما بدي احكي
somebody will clean this room tomorrow. هلا this room will be cleaned tomorrow. Somebody هو شخص مش معلوم بالنسبة لي. Subject of the sentence. يعني لو أنا استخدمت نادية، علي، عمر وبرضو somebody، هون الفاعل هو شخص رح يقوم بالفعل. Will clean this room. Will clean اللي هي الفعل كامل. This room the object. رح أبدأ ب this room the object of the sentence. Will be رح تكون الول رح أنزلها مثل ما هي. البي اللي من الverb to be base form وcleaned اللي هو التصريف الثالث للفعل. فرح يصير جملتي this room will be cleaned tomorrow. هلا المودل verb، المودل verbs بيجوا في الجملة وبيجوا وراهم الفعل infinitive. يعني بتكون جملتك مكونة من subject مودل verb زائد الverb infinitive زائد الobject. لما بدي أحول الجملة رح أبلش بالobject ورح أنزل المودل verb الموجود عندي. شو هم المودل verbs أساسا؟ هم should، could، may، might، will، would، can، وcould. عنا must و have to، has to و had to. طبعا هدول المودل verbs انت اخذتهم بالفصل الاول. رح نبلش بالobject بعدين رح انزل المودل verb يكون موجود عندي بجملة مثل ما هو. هلا بدي verb to be مناسب للمودل verb، بدي احط البيست فورم منهم اللي هي البي. بعدين الverb المين verb رح يكون past participle التصريف الثالث للفعل. هلا ناخذ مثال، بدي احكي رامي should clean this room. رامي subject اللي هو الفاعل، should clean اللي هي الفعل، this room اللي هي الobject. لما بدي احولها رح ابلش ب this room اللي هو الobject، بعدين بدي انزل الشد مثل ما هي، بدي اخذ من الverb to be اللي هو البي البيس فورم، بعدين التصريف الثالث للفعل اللي هو cleaned. شو رح تصير الجملة عندي؟ this room should be cleaned. present perfect اللي هو المضارع التام. المضارع التام بتكون من subject has و have plus الverb past participle التصريف الثالث من الفعل. طبعا اسهل انواع الجمل ممكن تجيك اللي هو اللي بيكون فيها الفعل اصلا present past participle فيها بيكون موجود، فانت مش رح تتغلب انك تحط الفعل. هلا لما بدي احول رح استخدم الاوبجكت في الجملة في البداية، نستذكر القاعدة العامة، بعدين بدي انزل الهاف او الهاز. هلا الهاف والهاز حسب شو رح انزلها؟ حسب الاوبجكت. يعني ممكن انا جملتي فوق بالاكتف فويس بالمبني للمعلوم تكون فيها هاف، بس المفعول به يكون مفرد، فانا مضطرة اني احط هاز مش هاف. فبدك تنتبه اذا كان مفعول به بالجملة مفرد او جمع. فاذا كان جمع رح تستخدم الهاف، واذا كان مفرد رح تستخدم الهاز. بعدين بدي احط البين من مجموعة الverb to be، بعدين الباست بارتي سيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. ناخذ مثال، this room looks nice. رامي has cleaned this room. رامي اللي هو الفاعل، has cleaned الفعل، و this room اللي هو المفعول به. بدي احول رح ننزل ب this room اللي هي الاوبجكت، بعدين بدنا ننزل ال has، بعدين التصريف البين، بعدين التصريف الثالث للفعل. فراح تصير جملتك this room looks nice it has been cleaned. او ممكن احكي this room has been cleaned. نكمل هلا مع الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام. الماضي التام بيكون في عندك بالجمله subject، عندي has، والverb three اللي هو الباست participle، بعدين بيجي عندي الاوبجكت. عند التحويل منطبق القاعده الاساسيه اللي حكيناها، اللي بدنا ننزل الاوبجكت والهاد رح تنزل مثل ما هي، وبعدين البين، بعدين الباست بارتيسيبل للفعل الرئيسي اللي بيكون في الجملة. واساسا جملتك لانه فيها هاد فالفعل الرئيسي رح ينزل مثل ما هو باست بارتيسيبل. ناخذ نفس المثال اللي اخذناه هناك، this room looks nice somebody had cleaned this room. نرجع لفكرة انه somebody هون شخص ما، ولكن هي انا ما بعرفه، ولكن هون تصلح انها تكون الفاعل في جملتي. شخص ما نظف الغرفة، هيك معنى الجملة. This room has had been cleaned. نزلنا الهاد مثل ما هي. been اللي هو الverb to be مناسب لهاد لانها اصلا دائما بدها تصريف ثالث للفعل،
بعدين اللي هو الباس بارتيسيبل للفعل راح يكون موجود عندنا، ننزل مثل ما هو، فبدها تصير جملتي it had been cleaned. ناخذ هلا البريزنت كونتينيوس اللي هو المضارع المستمر. المضارع المستمر عندك زمن الجمله بيكون فيها سبجكت وعندنا اس وام وار بلس الفيرب اي ان جي لما بدي بلس الاوبجكت. هلا لما نحول بننزل الاوبجكت في الجمله، بعدين نستخدم الفيرب تو بي اللي موجود عندنا از وام وار، وراح نستخدم برضه البينج. انا بدي فعل يحمل الاي ان جي، فهلا البي اللي راح تحمل لي الاي ان جي، وبعدين راح يكون في عندي التصريف الثالث للفعل. يعني هلا كيف بدك تستدل ان هاي جملتك اصلا بريزنت كونتينيوس بوجود البينج؟ يعني وين بدي اروح فيها الاي ان جي؟ بدي احملها للفعل بي مع احتفاظي بالفيرب تو بي الاساسي اللي هو الاز والام والار اللي موجودين في الجمله. هلا البينج هون هي مجموعه الفيرب تو بي الاساسيه في الجنرال ستراكشر، اما الاز والام والار هم اصلا في جمله الفعل المضارع المستمر. لما بدي احكي somebody is cleaning this room at the moment، هلا somebody هي الفاعل is cleaning اللي هي الفعل، is هون رئيسيه، نرجع ناكد هون ما إلها دخل في الفيرب تو بي اللي بدي استخدمه لما احول جملتي للمبني للمجهول. فراح تصير this room is being cleaned at the moment. being هون هي اللي بدي تحول لي جملتي للمبني للمجهول، تمام. الاس اساسيه، البينج هي من مجموعه الفيرب تو بي اللي انا راح استخدمها، وبعديها راح يجي التصريف الثالث للفعل، راح تصير this room is being cleaned at the moment. هلا نيجي للباست كونتينيوس وهو الماضي المستمر، نفس فكرة المضارع المستمر، ولكن راح نستخدم اللي هو الافعال المساعد الواز والوير. فجملتك راح يكون فيها subject was where plus the verb ing plus الobject. لما بدي ابلش اعمل في جملتي احولها لمبني للمجهول، راح انزل الobject، بعدين اخذ الواز او الوير الاساسيات في الجمله طبعا، وراح تحولها حسب المفعول به بالجمله. فاذا مفرد راح نستخدم واز، واذا جمع راح نستخدم وير. بعدين راح استخدم البينج، وبعد البينج راح يجي عندي الباس بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل الرئيسي في الجمله. somebody was cleaning this room when I arrived. somebody الفاعل، was cleaning اللي هي الفعل، this room مفعول به. رح نرجع نستذكر القاعدة، بدي أرجع أنزل المفعول به اللي هو this room، بعدين بدي أخذ الواز لأنها أصلا موجودة في جملة الباست كونتينيوس، بدي أنزلها لأنه this room هي مفرد. بعدين بدي أروح أجيب verb to be مناسب لجملة الباست كونتينيوس اللي هو رح يكون being، والcleaned اللي هي التصريف الثالث للفعل اللي هو شو فعلك الرئيسي أصلا، شو الفعل كان عندي فوق cleaning، فبدي احولها لتصريف ثالث، رح تصير جملتي this room was being cleaned when I arrived. هلا بدنا نيجي لفكرة تانية بالمبني للمجهول، ان كيف بدي احول جملة تحتوي على مفعولين به لجملة مبني للمجهول. هلا نستذكر شوي، احنا بالوحدة الرابعة اخذنا انواع المفعول به، اخذنا الدايركت اوبجكت والاندايركت اوبجكت، وحكينا انه بعض الجمل بيكون فيها مفعولين به indirect و direct، صح؟ هلا لما بدي اجي احول كل الجمل اللي اخذناها ببداية القاعدة كانت تحتوي على المفعول به واحد، لما نعرف كيف بدي احول جملة فيها مفعولين به، شو حكينا مفعولين به؟ يعني بيكون في عندي direct object و indirect object. ناخذ مثال، مثلا جين رود اليتر. هلا هون جين روت اليتر، اليتر هون مفعول به واحد، ما عندي اكثر منه. لما بدي احول رح تكون جملتك مثل ما استخدمنا القاعده عامه اليتر واز ريتن باي جين. طب اذا انا دخلت مفعول به ثاني على الجمله الاساسيه هاي وحكيت جين روت اليتر تو جاك، او جين روت جاك اليتر، انتم بتعرفوا انه بالدايركت والاندايركت بقدر استخدم البروبوزيشن تو اللي هو ارجع الاندايركت في اخر الجمله، ممكن احط الاندايركت اوبجكت بدون التو. هلا انا دخلت مفعول به ثاني على الجمله وانا بدي مطلوب مني احولها من مبني للمعلوم لمبني للمجهول،
في طريقتين انت بتقدر تستخدمهم، اما بتبدا بالمفعول به بالاندايركت اوبجكت تمام، او بتبدا بالدايركت اوبجكت. مثلا لو بدي ابلش بالدايركت اوبجكت اللي هو letter، بصير جملتي letter was written by Jane لمين؟ لا جاك تمام. يعني بصير جملتي letter was written to Jack، او استخدم الاندايركت اوبجكت Jack was written a letter. اوكي بالمرة الاولى ممكن تستخدم to Jack، بالمرة الثانية ممكن تستخدم الاندايركت اوبجكت، تستخدم الدايركت في نهاية الجملة. نرجع نكرر، في عندي مفعولين به بالجملة، مرة بقدر استخدم الدايركت اوبجكت، مرة بقدر استخدم الاندايركت اوبجكت. اذا استخدمت الاندايركت اوبجكت لازم الدايركت اوبجكت لازم استخدم حرف الجر عشان ابين من هو المفعول به الثاني في الجملة. بتصير a letter was written to Jack by مين؟ by Jane. انا ما بهمني مين اللي قام بالفعل، بس بهمني شو الفعل اللي صار ومين هو المفعول به. فرح اكتشف من جملتي اني انا عندي مفعولين به بالجملة، او ممكن احكي Jack was written a letter، كتبت رسالة لجاك. ناخذ كمان مثال، we gave the information، هون احنا اعطينا المعلومات. طب لمين احنا اعطينا المعلومات؟ الفعل gave اصلا بحتاج لمفعولين به، فانا لازم ادخل هون كمان الindirect object على جملتي اللي هو الشخص الريسيبينت، الشخص اللي بيستقبل المعلومات. we gave the information to the police، او we gave the police the information. حكينا نقدر نستخدم preposition مع الindirect ونحطه في اخر الجملة، ونقدر نستخدم الاندايركت قبل الدايركت اوبجكت. لما بدي احول، خلينا ابلش بالدايركت اللي هو الانفورميشن، فراح تصير the information was given to the police. ليش حطيتها was given؟ لانه الفعل give فعل ماضي، والفعل الماضي بدي استخدم معه يا اما was يا اما were. او بالجملة الثانية بالطريقة الثانية بدي انزل the police اللي هو الاندايركت اوبجكت، بتصير the police were given the information. بالاخر رح احط فيها الدايركت اوبجكت. ناخذ كمان مثال، they donated the money، they donated the money to the non-profit organization، او ممكن نحكي they donated the non-profit organization the money. لما بدي احولها رح تصير جملتي the money was donated to the non-profit organization، او ممكن احكي non-profit organization was donated the money. ناخذ مثال كمان، he told the story، فعل told هون بحاجة لمفعول به ثاني، فده تصير جملتي he told the story to the children، or he told the children the story. لما بدي احولها لمبني للمجهول بدنا نحكي the story was told to the children، او the children were told the story. لاحظوا بالمرة الأولى استخدمت was لأنه الستوري مفرد، بينما بالمرة الثانية استخدمت were لأنه children جمع تمام. فإذا تصير the story was told to the children، أو the children were told the story. وبهيك منكون أنهينا درسنا لليوم. بدي منكم تحلوا تمارين الكتاب، وإن شاء الله الحصة الجاي رح تكون حل تمارين وورقة عمل. نراكم على خير.